الوليدات في بلاد هو خويا فهمتيني مؤسسه كامله يعني مؤسسه كامله ومعرضه للخطر دابا الوليدات كي غيديروا يقراو الوليدات ما جو تفضل تفضل السلام عليكم استاذ ميخائيل الله يحفظك استاذ معايا دابا الصحافه شفت تي في غندير واحد الفيديو هنا قدام المؤسسه لا دوك برشيد نيوز تفضل اوسي تفضل اوسي واخا اسمح لي الله يجازيك بخير شويه ودي. لا 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 مرحبا كون هاني اوسي انسالي ونعيط لك انسالي ونعيط لك لا كون هاني انسالي نعيط لك انا معك مرحبا مرحبا اوسي السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في على المباشر من برشيد من أمام هذه المدرسة الابتدائية عقبة بن نافع من اللي من المدارس الابتدائية الرائدة. الغريب في هذا الأمر أن الوليدات التلامذ ديال هذه المؤسسة التعليمية محرومين من الضوء والضوء مقطوع عليهم والرئيس ديال الجمعية ديال الآباء والأولياء ديال التلامذ كاعي وطالع عليه الدم بسبب هذه الوضعية. تفضل أستاذ بغيناك يعني تشرح لنا شنو المشكل اللي واقع بالضبط وشكون اللي قاطع الضوء على هاد الوليدات. السلام عليكم معكم رشيد الحلو رئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة عقبة بن نافع. كل غريب الأمر يوم أمس كنت تفاجئوا بالمقاول اللي بنى المؤسسة صيفط التريسيان ديالو للخدام وقطع الضوء على المؤسسة قطعوا بنهار مع الوحدة وفي العشيه جيت ندي الولد ديالي سمعت باللي الضو مقطوع بان لي المكانه راكبه يعني هذيك المكانه يعني المكانه راكبه خويا المكانه راكبه المكانه راكبه دابا المكانه راكبه ديال الضو يعني انا اللي عارف هذا الضو راه مخوض قانوني يعني الضو مخوض قانوني ملي جينا نشوفوا لقيناه قاطع الضو من اللي البوست الكبير اللي عاطي الضو يعني البوست الكبير ديال الضو من تم من ما عندوش حق يقطع الضو عنده حق يجي يعني المكانه اللي كانت ديالو وفي سميتو نعم اخويا كيحط الدوسي الموالين الضو كيجيو كيحيدوها وديك الساعه الناس المسؤولين على التعليم راه غيديروا حل يدخلوا الضو للمؤسسه يجيبوا المكانه ديالهم يعني باش غيمشي وقطع الضوء حاولت واخويا تواصلتوا معاه فهمتيني هذا المقاول خويا تواصلوا مع الناس المسؤولين الناس المسؤولين ديال المديريه التعليم المديريه اللي تواصلوا معاه وغير هو باش يجي وقطع الضوء على التلامذ اكثر من يعني ماشي معقول كاينه ماشي معقول 300 ديال التلامذ 300 وكثر وكثر غير المهم العدد اللي عطيتك تقديري فعلا تقديري ومؤسسه رائده يعني الا ما كانش الضوء راه ما خدامينش واقفين الاساتذه واقفين المدير مؤسسه التلامذ كل شيء وماشي معقول هذا وكنطالبوا بحقنا وحق وليداتنا حنا ما بغيناش ولادنا يضيعوا فعلا اخويا ما بغيناش يعني وليداتنا يضيعوا هذا هو اللي دابا 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 اخويا يعني ازيد من 300 او 400 ديال التلامذ اللي هما يعني مقطوع عليهم الضوء مقطوع عليهم الضوء وكيعانيو يعني كيفاش من خلال بصفتكم يعني كرئيس جمعيه ديال هاد الاباء والاولياء ديال التلامذ كيفاش الاداء والمردوديه ديال الوليدات انهم كيقراو بلا ضوء اخويا انا بصفتي كرئيس جمعيه اباء وكنوب على الاباء الاباء كاع تسمع كاع جاوا عندي كاع كاعين الوليدات اساتذه تواصلت مع المقدميه مع الناس المسؤولين حتى رئيس الدائره السلطات المحليه على اساس انها دخل حتى الامن تواصلت معهم رئيس الدائره ديالنا حتى هو تواصلت به هضرت معاه قلت له باش يجي يدير معاينه حيت السيد اللي قطع الضو رجع قطعه بالليل ماشي بالنهار حنا برونشينا عاود ملي لقيت الكابليات يعني محيد الكابليات والكونتور كاين يعني ملي راكب الكونتور هادشي راه قانوني قانوني يعني. مشيت برونشيت الكابليات شعلنا الضو في المؤسسات شي قبل المغرب جا هو مع 10 الليل عاود قطع الضو اليوم في الصباح جبت ولدي هنا المؤسسه قال لي العساس راه نفس المشكل الدوره ما كاينش قلت لي شنو المشكل تكون قاطعه وقال لي جا واحد مع 10 الليل قاطعه اليوم في الصباح اخويا عيط لرئيس الدائره ديالنا قلت لي خاصك تجي دير معاينه حيت هذا الشيء راه ماشي قانوني باش غيجي واحد في الليل ويقطع الضوء قلت لي خاصك تخرجوا ديروا معاينه رجال الامن قال لي اخويا قال لي احنا قال لي خاصك دير شكايه للوكيل الملك سيد وكيل الملك قال لي وهذا احنا باش غدير شكايه للوكيل الملك خاصك تستنى 24 ساعه 24 ساعه احنا ما غادي يضيعوا فيها الوليدات الضوء يرجع اليوم قبل غدا احنا ما فشقناش بقاو نستنى 24 ساعه
واش هاد السيد يعني ما كيتمتعش بالحس ديال الوطنيه، يعني انه مؤسسه تعليميه خويا هاد السيد هذا ما فيهش الانسانيه، هذا كون فيه الانسانيه ما يقطعش الضوء على الوليدات، ما يقطعش الضوء على ولاد الشعب. هاد الكونتور شحال غتجيه؟ 200 درهم انا نخلصها مساعد نخلصها فعلا. وما يقطعش على ولاد الشعب الضوء فعلا. انا بقى في الحال، انا اليوم بقى حاليا باقي ما فاطره ما نغدي يعني الصباح وانا كنجري على وجه ولادنا كيقراو هنا ولاد الشعب فعلا. ما بغيتش الضوء يتقطع عليهم، انا مساعد نخلص هادشي اللي كيجي في هاد الكونتور، هادشي اللي كيتسال لهاد المكانه، ولكن باش يقطع على ولاد الشعب الضوء خويا ماشي معقول هادشي. خويا شنو الرساله اللي كتوجهها وباش كطالب بصفتي كرئيس؟ خويا بصفتي كرئيس جمعيه اباء، هاد السيد غنتابعو قضائيا، غنتابعو قضائيا، وكنتمنى من القضاء ياخذ حق ولادنا وحق ولاد الشعب ان شاء الله. انا مساعد غدا في الصباح غنمشي نحط شكايه لوكيل الملك وكنطالب ياخذوا لينا حقنا، ولادنا كيضيعوا، ولادنا كيضيعوا اخويا. هذه مؤسسه رائده، الا ما كانش الضو ما غيخدموش اساتذه، باش غيخدموا دابا يعني 10 الاساتذه كاينين هنا دابا، اكثر من 300 تلميذ حشومه، ويجي واحد يقطع لي يعني المشكل المكانه ديال الضوء، المكانه الهاكمه ها هي ومقطع لينا الكاب. خويا واحد القضيه، هاد رساله نوجه لهذا الاخ اللي قطع الضوء، ماشي من حقه يقطع الضوء من هنا، من حقه يمشي عند مالين الضوء وصحاب الوينو الناس المعنيين، الناس المعنيين يحط ليهم يدير ريزيلياسيون واحد المكانه ديالو، من حقه اللي كانت ديالو يحيدها. ولكن هذا الشيء اخويا خصو يديرو قبل ما يبدا الموسم الدراسي، قبل يديرو قبل الموسم الدراسي، ماشي تبدا الموسم الدراسي عاد غنقطع انا على ولاد الشعب الضوء. حشومه اخويا، حشومه اخويا، هادشي ما الناس حنا مسلمين، الله عز وجل قال لك لا يؤمن احدكم حتى يحب الاخير، لا يحب لنفسه. ولكن السيد غيبغي وليداته ويضيعوا، حتى ولادنا يبغيو ما يضيعوا، حشومه اخويا هادشي. وواحد الرساله اخرى غنبغي نوجهها للمسؤولين ديال مدينه برشيد، الله يجازيكم بخير الا ما قادوا لينا الطريق خويا، حتى من الطريق مسدوده. انت شوف يعني خويا جميع الابواب لقيناها لا مجيب، يعني الطريق مسدوده خويا، الطريق مسدوده ها هي. قبل الموسم الدراسي مشيت عند القايده، ما مهم لا مجيب، يعني حاولت انهم تواصلتوا مع السيده القائده. تواصلت مع خويا قبل الموسم الدراسي، اجي خويا معايا تشوف التلامذ ديال التعليم الاولي ديال ربع سنين وخمس سنين منين كيدوزوا خويا، اجي تشوف الممر بعد هذا المقاول اللي بنى هذه المؤسسه هذه خاصو يدير يعني بعدا واحد الطروطوار، بعدا واحد الميترو في جنب هنا في جنب الحيط، منين يدوزوا التلامذ حشومه. اجي خويا واش دابا التلميذ ديال ربع سنين وخمسه غيدوز من هنا من هذا الطريق هذه؟ مصيبه حشومه خويا. دابا التعليم ها الباب اللي كيدخلوا منه التلامذ ديال التعليم الاول، ها انت خويا البياضه هذه هي الطريق اللي كيدوزوا منها التلامذ ديال التعليم الاولي، وليدات ربع سنين يعني وخمس سنين وليدات الباب اللي كيدخلوا منه، والطريق هنا ضيقه، واش غيدوزوا منها الكودرون ها خويا الطوموبيل ديزا، واش التلميذ ديال ربع سنين وخمسه غيدوز منها الطريق هادي؟ دابا هذاك هو الباب ديال اخويا. كنطالبوا من الناس المسؤولين غير يسيبونا غير شي ممر هنا منين يدوزوا التلامذ الصغار فعلا اخويا، هذا هو الباب اللي كيدخل منه التلامذ ديال التعليم الاولي. المهم رساله كنوجهها للناس المسؤولين ديال مدينه برشيد، الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين، هادو حسبهم وليداتكم، ولاد الشعب، ولادنا كاملين، هذا هو اللي كاين، الله يجازيكم بخير. وخويا راه ملي غتصب الشا، ملي غتصب الشا، هذا واحد ملي غتصب الشا يعني هذا الوليدات، بعد هذا المقاول اللي قطع علينا الضوء، هذا الوليدات منين غيدوز؟ خويا هذا المقاول اللي قطع علينا الضوء بعدا راه ما مكملش خدمته، انت مخلفات البناء باقا هنايا، تراب، شوف اخويا الرمله كلشي باقينا، كان على الاقل يدير شي طرا سيني طويل، انت خويا الازبال، شفت اخويا الازبال. خويا الرساله اللي كتوجهها وباش كطالب بصفتك كرئيس الجمعية ديال خويا، بصفتي كرئيس جمعية آباء وأولياء تلاميذ مدرسة عقبة بن نافع المتواجدة بحي بورحال مدينة برشيد، كنطالب بالضوء يرجع اليوم قبل غدا، الله يجازيكم بخير، راه ما يمكنش 300 تلميذ كتضيع، الله يجازيكم بخير. الرسالة وصلت أخويا، كيف كتشوف؟ وشكرا يعني كنشكر شوف تي في، كنشكر برشيد نيوز، كنشكر كاع الناس اللي تضامنوا معنا، الله يجازيكم بخير. هذا واجب أخويا، يعني كيف كتشوفوا يعني على المباشر متابعينا مشاهدينا الأوفياء، كانت صرخة قوية ديال هاد السيد رئيس الجمعية ديال الآباء وأولياء التلاميذ ديال هاد المدرسة الابتدائية عقبة بن نافع، لواحد المقاول يعني قطع الضوء على الوليدات الصغار وخلاهم يعني كيعيشوا كيعيشوا في الظلام. كنشكركم على التواصل والتفاعل من خلال هذا البث المباشر، وإلى اللقاء بث مباشر آخر.